أفخم قصر في العالم، قصر فرساي، قصر الملوك. مشاهدي قناة ركم، أتيت لكم اليوم بالمزيد من المعرفة. كانت رؤية قصر فرساي هي الهدف الأول لزيارة باريس. قصر فرساي الذي كان بمثابة منزل الملوك بين عام 1682 حتى عام 1789 حتى الثورة الفرنسية. لقد لعب القصر دورا هائلا في التاريخ، كما يعتقد أن قصر فرساي هو الأجمل في العالم كله. في البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. يقع القصر على بعد 20 كيلو مترا غرب مدينة باريس في مدينة فرساي الملكية. حتى على الرغم من شراء التذاكر مقدما، ربما يجب عليك الوقوف لأكثر من ساعة في طابور طويل من أجل دخول هذا القصر. البوابة الرئيسية الساطعة لفرساي، كما هو واضح أمامكم أن بوابة القصر مطلية بالذهب الخالص. قطعة من الواجهة الخارجية للقصر مزودة بساعة. ديكورات داخلية فاخرة للقصر، حيث يحتوي على مجموعة من اللوحات والتحف باهظة الثمن والنادرة. بنيت فرساي تحت قيادة لويس الرابع عشر عام 1661، وأصبحت نوعاً من النصب التذكاري لعصر ملك الشمس. منذ عام 1682 حتى عام 1789 قبل الثورة الفرنسية الكبرى، كانت فرساي المقر الملكي الرسمي. في عام 1801 حصل على حالة متحف وهو مفتوح للجمهور. منذ عام 1830 أصبح المجمع المعماري بأكمله في فرساي متحفاً. الملك لويس الرابع عشر المقيم الرئيسي في قصر فرساي، وكان المقر الرئيسي للملك. هنا نشاهد أحد أسقف القصر المملوءة بالرسومات واللوحات الجدارية الفنية لأشهر الفنانين العالميين مثل ليوناردو دافنشي. المدفأة الملكية، يقولون إنه بسبب التوفير الكبير خلال أعمال البناء لم يكن للقصر مدافئ في جميع الغرف، وكان الجو دافئاً. يرتبط قصر فرساي بالعديد من الأحداث المهمة في تاريخ فرنسا والعالم كله. في القرن الثامن عشر أصبح المقر الملكي موقعاً لتوقيع العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك المعاهدة التي أنهت حرب الاستقلال الأمريكية عام 1783. سرير ملكي. خصص الملك لويس الرابع عشر غرفة كاملة لساعاته وأخرى لكلبه. لم يقتصر الأمر في هذا القصر على بناء الشقق الملكية فحسب، حيث أصدر الملك لويس الرابع عشر أمراً يقضي ببناء مجموعة كاملة من الغرف الأخرى لاستخدامه الشخصي. بعد إصدار هذا الأمر تم بناء كل من الفناء الرخامي والفناء الملكي، وكانت هاتان الغرفتان من أكثر الغرف المزينة بأناقة في القصر، كما كانتا رمزاً يدل على مقدار الثروة التي كان يمتلكها الملك ومدى سعادته عند بناء هذا القصر ببذخ. كان الجناح الملكي يضم حجرة نومه وغرفة لارتداء الملابس ومطبخاً خاصاً به. للملك لويس الخامس عشر الكثير من الهوايات، ومنها الصيد وجمع الساعات. خصص غرفة كاملة لوضع مجموعة ساعاته الكبيرة. قاعة المرايا المذهلة داخل قصر فرساي. يتميز هذا القصر بوجود مئات الغرف المزخرفة بتصميمات مميزة، لكن لا شيء يمكن مقارنته بغرفة المرايا. اكتمل بناء هذه الغرفة عام 1682، وتم تزيينها ب 357 مرآة والعديد من الثريات الفاخرة. كان الملك لويس الرابع عشر محط نقد كبيراً، كما كان السبب الرئيسي في التدهور الذي أصاب العائلة المالكة في ذلك التوقيت. لم يكن الهدف من غرفة المرايا إظهار ثروة الملك لويس والتفاخر بها، حيث كان لها أهمية اجتماعية وسياسية أيضاً. سرير ملكي فاخر. معرض المعارك. الحدائق الضخمة وحديقة القصر ذات الأبعاد الهائلة. الحديقة العادية لقصر فرساي واحدة من أكبر وأهم المتنزهات في أوروبا.
تعد أحواض الزهور والمروج الدافئة والمسابح والنوافير والعديد من المنحوتات استمراراً لعمارة القصر. حول القصر ظهرت مدينة تدريجياً استقر فيها الحرفيون الذين زودوا البلاط الملكي. عاش لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر أيضاً في قصر فرساي. خلال هذا الوقت بلغ عدد سكان فرساي والمدينة المجاورة 100,000 نسمة، ومع ذلك سرعان ما انخفض بعد أن اضطر الملك للانتقال إلى باريس. بناء قناة كبرى في فرساي لمنافسة قناة البندقية. كانت القناة الكبرى هي المحور الرئيسي لحدائق قصر فرساي ذات المناظر الطبيعية الخلابة، كما كانت واحدة من أكبر المشروعات الهندسية الأوروبية على الإطلاق. لقد كانت كبيرة جداً واستغرق بناؤها حوالي 11 عاماً. لم يكن لويس الرابع عشر يطمح لبناء بركة أو بحيرة مائية فحسب، بل إنه أراد منافسة قناة البندقية، كما أنه لم يكن يرغب في الجلوس على ضفاف هذه القناة وتأمل جمالها، بل إنه أراد الاستمتاع بالمياه أيضاً. بدأ العمل على القناة الكبرى عام 1668 واستمر حتى عام 1679. دار الأوبرا رائدة في ذلك الوقت. افتتح خليفة الملك لويس الرابع عشر دار الأوبرا الملكية في قصر فرساي. بغض النظر عن مدى غرابة الفكرة، لكنها كانت ولا تزال واحدة من أرقى الأماكن الثقافية في أوروبا كلها. كانت فكرة بناء دار للأوبرا في قصر فرساي حاضرة لدى الملك لويس الرابع عشر، لكن شيخوخته قد وقفت في وجه مخططه. قام المهندسون ببناء دار الأوبرا على شكل بيضوي، معتقدين أن التخلص من الزوايا قد يساعدهم على تحسين جودة الصوت. تم افتتاح دار الأوبرا الملكية رسمياً لحضور زفاف ملكي في شهر مايو عام 1770. منذ ذلك الحفل وحتى ثورة 1789 لم يقم فيها سوى 40 مناسبة، بما في ذلك الحفلات الراقصة وحفلات الاستقبال. تمكنت هذه القاعة من النجاة من عمليات التخريب جراء الثورة الفرنسية على عكس باقي أجزاء القصر، وكان سيستخدمها نابليون لاحقاً لإقامة المآدب الرسمية. استضاف قصر فرساي أول رحلة منطاد في العالم. قبل نجاح الأخوان رايت في التحليق، كان قصر فرساي قد شهد أول رحلة جوية في التاريخ كله في أحد أيام شهر سبتمبر الدافئة عام 1783. نجح أخوان فرنسيان في إطلاق أول منطاد هواء ساخن من الأراضي الملكية في عهد الملك لويس السادس عشر بالتحديد. بدأ جوزيف وإتيان مونتغولفير تجربتهما في إطلاق المنطاد عام 1782. قامت الأكاديمية الملكية للعلوم بدعوة الأخوين لإجراء تجربتهما في باريس، ووافق الأخوان على هذا الاقتراح، وفي 19 من سبتمبر عام 1783 أقلع المنطاد في تمام الساعة 1:11 مساء وحلق على ارتفاع يصل لحوالي 600 متر، مما أثار دهشة الحشد ومن بينهم الملك. بعد ذلك بدأ المنطاد بالهبوط والعودة لليابسة بشكل بطيء، وهبط على بعد 2 ميل من منطقة الانطلاق. أجرى طبيب المحكمة فحصاً شاملاً للحيوانات التي كانت على المنطاد، وذهل عندما اكتشف أن رحلة التحليق هذه لم تؤثر عليهم في شيء. بعد مرور شهرين من رحلة منطاد الهواء الساخن الافتتاحي في قصر فرساي، اتخذ أول مسافر بشري الخطوة الأولى للتحليق على متن المنطاد. بعد ذلك كان لدى فرنسا العديد من رواد الطيران، ومن بينهم ذلك الطبيب الذي كان يخشى أن يصيب الحيوانات مكروهاً عند تحليقها في السماء. كانت هذه رحلة قصيرة في أسرار وغرائب وخفايا قصر فرساي. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم ليصلكم المزيد من الحقائق والطرائف وكل ما هو مفيد ومهم.